السلام عليكم. شرحنا في الدروس السابقة ما هو الاكسبشن او الاستثناء وكيفية عمل التراي كاتش او التراي اون. في هذا الدرس نحن سنقوم بارسال الاستثناء، يعني نحن سنتعمد في حالة معينة انه نرسل استثناء. على سبيل المثال لو كان عندي مثلا فور لوب، هذا الفور عبارة عن تعداد، اوكي اذا i يساوي 0 فارزة منقوطة i اصغر او يساوي 10، كذلك الـ i++ ومن ثم أقواس الفور لوب. هذه الفور لوب تطبع رسالة على سبيل المثال i يساوي ومن ثم قيمة الـ i فارزة منقوطة. الآن لو أضغط ران نشوف بأن يعطيني i يساوي 0 i يساوي 10. أوكي الآن أريد بأنه في حالة معينة يرسل استثناء، لكن في البداية ممكن أنه أضع هذا الفور بداخل try بهذا الشكل. إذن الآن ممكن مثلا استخدم الـ if statement. إذا if على سبيل المثال i يساوي يساوي 5 ارمي استثناء. إذا وصل التعداد إلى 5 ارمي استثناء. لكن كيف أكتب هذه العبارة ارمي استثناء؟ أكتب كلمة throw بمعنى ارمي. إذا throw exception ارمي استثناء. ممكن أنه أحدد نوع هذا الاستثناء، يعني ارمي استثناء نوعه كذا. فعلى سبيل المثال ممكن استخدم format exception. اوكي فاذا ارمي استثناء نوعه فورمات اكسبشن ومن ثم فارزه منقوطه. الان المفروض بانه اعالج هذا الاستثناء اللي هو فورمات اكسبشن، فممكن مثلا استخدم الكاتش. اوكي اذا كاتش افتح اقواس على سبيل المثال اي وافتح اقواس بهذا الشكل. ممكن تكون اي عباره اخرى، ممكن تكون مثلا برنت للاي فارزه منقوطه. الان اضغط رن من جديد نشوف بأنه i يساوي 0. عندما وصل إلى ال i يساوي 5 throw exception رمى استثناء، ومن ثم هذا الكاتش استقبل الاستثناء وطبع لي ال e. ال e اللي هو نوع ال exception format exception. ممكن نجعل هذا الكود بطريقة أخرى، بمعنى أنه لو نحذف هذه الفور واجعلها بداخل function ولتكن مثلا اسم الفاكشن info لهذا الشكل. إذا هذه الفاكشن info هي عبارة عن for loop. هذا التعداد يبدأ من الصفر وينتهي في العشرة ومن ثم يطبع لي i يساوي قيمة ال i، ولكن عندما يصل i إلى 5 فيرمي استثناء. أوكي الآن على سبيل المثال لو أحذف هذه الأكواد ومن ثم أضغط ران شو بيعني ما يطبع لي شيء، رغم أنه هذه الدالة ترمي استثناء يعني ترمي خطأ، ولكن بما أنه ما استدعيت الدالة فإذا ما يطبع لي أي شيء. الآن لو أحاول أنه أستدعي الدالة info بهذا الشكل فارزة منقوطة أضغط ران يعطيني إيرور. نشوف بأنه يحاول أنه ينفذ هذه الفاكشن فيكتب مثلا i يساوي 0 إلى أن يصل إلى i يساوي 4 ومن ثم يرمي استثناء format exception. شوف بأنه حصل عندي format exception. إذن المفروض بأنه لحظة استدعاء هذه فاكشن أنا كمبرمج ممكن أجعل أي فاكشن أنا أشك بأنه ممكن ترمي استثناء او ممكن يحصل فيها خطأ فاجعلها ما بين التراي. اذا ارجع الاكواد السابقة بهذا الشكل ومن ثم بداخل التراي استدعي هذه فاكشن info. اوكي الان اضغط ران نشوف بانه ما اعطاني خطأ وانما عالج الخطأ باستخدام الكاتش. اذا التراي info يعني حاول استدعاء وتنفيذ هذه فاكشن اللي اسمها info. هذه فاكشن info أثناء تنفيذها سترمي استثناء نوع format exception، فبالتالي موجود عندي catch موجود فيها print للإي فتطبع نوع هذا الاستثناء. كذلك ممكن نجعل رمي الاستثناء ومعالجة الاستثناء كله يكون بداخل function. فعلى سبيل المثال هذه for loop أخذها copy وأجعلها في هذا المكان، ومن ثم هذا كله أخذ cat وأجعله بداخل function وفي هذا المكان مجرد انه استدعي function info بهذا الشكل. اذا بداخل main function فقط استدعاء function info. هذه function info فيها try و catch، يعني هي function متكاملة. try حاول تنفيذ كود معين، فبدل ما تضع الكود مباشرة بداخل function تضعه بداخل try، ومن ثم هذا الفور يرمي استثناء format exception. موجود عندي catch يعالج هذا الاستثناء، فهذه فاكشن هي ترمي استثناء وهي تعالج هذا الاستثناء. فكل ما عليك انه تستدعي هذه فاكشن. اوكي تضغط ران نشوف بانه اعطاني نفس الناتج.